بصي، الانطباع اللي اتاخد لفتره زمنيه مش قصيره عن طبعا التحكيم المصري، الجماهير الى حد بعيد ليهم حق فيه. بعدين احنا مش بنجيب حاجه من عندنا، ما هم من اعمالكم سلط عليكم. الناس بتتفرج على حاجات معينه، والله احنا مش دايما بيبقى في ظلم برضه في بعض الاحيان. ده في فتره من الفترات كان في، اقسم لك بالله، كل اشكال العبث موجوده في مباريات كلنا تابعناها وكلنا شاهدناها، وكانت النتيجه الطبيعيه والمنطقيه بل والعادله ان ده يكون الانطباع العام. لكن ده مش معناه ان احنا ما عندناش كفاءات. التحكيم المصري لا يخلو من الكفاءات الكبيره الحقيقه. وبالمناسبه برضو في هذا الاطار عايزين نعرفكم ان امبارح اعلن الاتحاد المصري لكره القدم القائمه الدوليه للحكام المصريين لعام 2024، بعد ما تم اعتمادها طبعا بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هو الفيفا. وضمت القائمه كلا من حكام الساحه ابراهيم نور الدين، محمد محمد عادل، امين عمر، محمود البنا، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، شهنده المغربي، ونوره سمير. والحكام المساعدين هم محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، احمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات احمد، منى عاكف، ومي حسين. وبقى في اسماء محكمات كمان تقريبا يكاد يكون نفس العدد. دي برضو اكيد حاجه يعني كويسه جدا، وبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق، وبنتمنى ان يعود يعني التحكيم المصري اللي سابق عهده، اللي هو ما كانش فيه اي مساحه او فيه اي فرصه ان احنا ننتقده حتى. فده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا بنتمناه، وده اللي يستحقه التحكيم المصري الحقيقه.